طبعا نوجه كلمه الى الاجنه ان الحكومه السلطه باي ذنب يقتلون الاجنه. شهيده زينب باي ذنب قتلت؟ نحن نحمل المسؤوليه الكامله السلطه على قتل الاجنه، لانهم ليس خرجوا في المسيرات ولا شاركوا في أي فعالية، حتى لم يشاركوا في 14 فبراير ولا يفاق ولا في واحد ولا في أي شيء. بأي ذنب قتلوا هالأطفال أو هالأجنة؟ الأجنة نحن نحمل السلطة المسؤولية الكاملة عما جرى في البحرين. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشاركوا الأخوة اللي يشاركونا في جنيف النصر يكون إلى الشعب البحرين، وأن نطالب بالقصاص من قتل هذه الأجنة. نحن اليوم بتاريخ 9/9 نعلنها ونوصل صوتنا إلى جنيف، نشكو عند الله فما نشكو عندكم أن تنصروا شعب البحرين المظلوم، والنصر قريب إن شاء الله. نحن نسير على خط ولاية أهل البيت، والنصر جاء آتي آتي لا محال. عليكم بس بالصمود أخوتي أخواتي جميعا، وإن شاء الله سننتصر. النص قريب، النص قريب، صدقوني يا أخوتي. في جنيف كل الفعاليات وكل الحقوقيين يقولون لنا النص قريب، وفي جنيف كلهم معكم، وإن شاء الله النص قريب. بس عليكم الصمود وتواصلوا في المسيرات، وخاصة في العاصمة المنامة سيروا في الاعتصامات الكثيرة في المنامة. الله يحفظ نبي رجب ويفرج الله عنه إن شاء الله قريبا. كان يحشد إلى مسيرات في المنامة، لأن العاصمة هناك والعاصمة هناك، فالعاصمة تقتل الآل خليفة والحكومة في المسيرات في المنامة. فإحنا نحن أطلب من 14 فبراير والوفاق وكل الوعد، كل من يشارك وكل من يطلب نصر البحرين أن يشاركوا في المنامة، لأن المنامة هي العاصمة. إذا هناك طلعنا في المسيرات سننتصر، لأن تختل ميزانية الحكومة، ومن يأتي من خارج العاصمة من خارج البحرين لم يأتي إليه ملجأ، لأن هناك كل الفنادق وكل الشيء، لأنهم لا يحسوا بالراحة فلم يأتوا للبحرين. فالنصر آتي قريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.